اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği 0212 621 60 60 selamet.org.tr